انطيني متصلين يا اخي، انطيني متصلين. الاخ ابو حسن تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام، انطيني متصلين بعد حبيبي. شلونك؟ نعم شلونك سيدنا؟ تفضل. ولا بس سؤال، لو مرت لكم مثلا في واحد يسلم لي حلال ولا حرام مثلا حبه؟ يسلم على بنت؟ مرت اخوه مثلا بتلعن، يعني سلم يعني حبه حلال ولا حرام؟ بنت العم او زوجة اخوه؟ نعم. ايه شلون يعني يسلم عليها يقبلها؟ ايه يعني مثلا الحبه حلال وحرام؟ الحبة شنو الحبة يعني يقبلها؟ يعني حبه مثلا، يعني مو بس يطالب مثلا الحبه حلال وحرام. عفوا انا خل افهم شو تقول انت، سلم عليها يحبها يعني قلبان، لو لا يحبها مو بالعراق يسموه يحبها يعني يبوسها. اي يبوسها. اخوه هيك يقول يقبلها يعني، واضح. حياك الله ابو حسن، الله يبارك فيك. نعم. اللهم صل على محمد وآل محمد. الأخ أبو حسن يقول أنا أسلم على بنت عمي أو زوجة أخوي وأقبلها، هو يقول أحبها، أحبها يعني أقبلها. لا يجوز ذلك، شنو أقبلها؟ زوجة أخوك تقبلها، شنو يعني تقبلها؟ بابا زوجة أخوك هذه حرام عليك، حرام عليك تشوف شعرها، حرام عليك تشوف رجلها، شنو تقبلها؟ والله لأن احنا هالشكل، شنو هالشكل؟ هذا غلط. تقبيل البنات العام، بنات الخالة، بنات الخال، بنات العمة، زوجات أخوك، هاي زوجة أخوك تدري يعني شنو؟ يعني إذا أخوك طلقها أو توفى أنت تقدر تتزوجها. المرأة حرام عليك شلون تقبلها بابا؟ ما يصح، ما يجوز. واضح؟ أحسنتم.